باشمهندس خالد، النهارده والاهلي بيلعب اوراوا الياباني. بصراحه انا كنت قلقان، وفي ناس كتيره كانت قلقانه انه الاهلي كان طموحاته ممكن تبقى اكبر من كده كمان، انه يلعب فاينل وياخد ميداليه ممكن تبقى اكتر من البرونزيه. فقلقت النهارده ان الاهلي ينزل مباراه وهو يائس، اللعيبه تبقى زعلانه، اللعيبه خلاص فقدت الشغف. بس شفنا النهارده لعيبه في الملعب بتاكل النجيله. بالعكس خالص، اللعيبه نازله عشان حتى انها فرطت حاجه كانت تناول انك انت توصل تلعب اول وثاني وتلعب مان سيتي. فاللعيبه راجع نازله يعني هتاكل النجيل يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني خلي بالك اوراوا ده اللي كسب الهلال السعودي في الفاينل. صح. فانت الحمد يعني 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 فرقه مش سهله. انا في رايي انها اصعب من فلومينينتي. انا في رايي الشخصي يعني ماتش فلومينينتي الشوط الاولاني انت مستريح ثلاث اربع اجوان. واقول لك حاجه، كان في ظلم تحكيمي، انت كهربا وبنالتي 100%، بنالتي اللي جابها مارسيلو دي يعني هنقول يعني هو لعيب محترف وذكي قدر ان هو يضحك على الحكم، لكن كره كهربا يعني كنت تغير الموازين بتاعت الماتش. لكن في الاخر ده قدر الله، ده يعني عطاء من ربنا ان احنا ربنا برضو يخلينا ما يعني يكبر بخاطرنا ونفضل يعني نبقى موجودين على منصه التتويج. كرم وفضل كبير قوي ربنا تعالى.